أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ألا يستدل بقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي إلى آخره على أن القياس لا يجوز لأن فيه نوع رأي؟ لا، هذا ما هو القياس. ما القياس الصحيح الذي هو إلحاق الفرعي الأصل لعلة تجمع بينهما، هذا استعمله المسلمون ويدل عليه القرآن والسنة. إنما القياس الذي لا يعتبر وليس له أصل من الشرع. نعم. من أدلة القياس من السنة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نذرت أن تحج وأنها ماتت قبل أن تنفذ النذر. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الله، الله أحق بالقضاء. رسول قاس، هذا هو القياس الصحيح. نعم. أما القياس الذي هو بالرأي وليس له مستند من الشرع هذا لا يجوز. نعم.